السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم في قناه ديالكم رائد فلوغ. لا دينيير فوا درت واحد الموضوع على كي تدخل اوروبا وتكون حراق، واش هما الحوايج ولا العفايس اللي لازم ديرهم ليامات الاولين، كيف تلقى ساكن، كيف تدبر راسك، كيف تدبر حوالك، يكونوا عندك شويه دراهم، كيف تسلك امورك. اليوم راح نوريكم، عندكم زوج مواضيع في فيديو واحد، اللي هما وشنو هما حقوق الحراق ولا المهاجر الغير شرعي، والحاجه الدوزيام كي تدخل دولة اوروبا وجيبك فارغ واش لازم يكون عندك ولا واش تقدر تدير. دوك نولوا. دخلت لاوروبا لي سورتو سورتو نهضركم انا على الطاليان خوتي، انا عايش هنا في طاليان، تما عندكم معلومات على الطاليان بصح سورمو كاين ليكيفالون تاعها في الدول الاخرين، الدول الاوروبيه الاخرين، فرنسا، بلجيكا، المانيا، اكسيتيرا. نهضركم انا على الطاليان. دخلت لايطاليا وانت ما عندك والو، ان اورو ما عندكش، كيف دير؟ راح تبات برا، راح تاكل برا، كيف دير؟ كاين الحل خوتي، اللي هو شنو هو الحل؟ انك تروح، يعني سواء راك في فيل كبيره، روما، نابولي، ميلانو، ما على باليش، راك في فيل كبيره ولا راك في بتيت فيل، يعني فيل صغيره، ولا كما نقولوا حنايا بلديات صغار ولا مدن صغار، يعني كامل كيف كيف. الحاجه الاولى روح سقسي على وين كاين الكاريطاس. وشنو هو الكاريطاس هذا؟ الكاريطاس هذا هو دارته الكنيسه، يعني الكنيسه تاعهم دارت واحد الكاريطاس باش يعاونوا المهاجرين الغير شرعيين ولا المهاجرين، يعني اون جينيرال هما خادمينهم المهاجرين اللي ما عندهمش باش ياكلوا باش يعيشوا اكسيتيرا، يروحوا طلاين ليها مثلا بصح حاجه قليله. مي اغلبيه اللي يروحوا للكاريطاس هذه شفوا مليح، الكاريطاس كاريطاس يروحوا ليها المهاجرين غير شرعيين ولا مهاجرين ما عندهم كوارت وراهم بلا خدمه ولا. المهم انت دخلت لاوروبا، راك دخلت لطاليان، ما عندك والو، وين راح واش راح دير؟ الحاجه الاولى كيما قلت لكم خوتي تحوس على الكاريطاس هذه وين جايه، يعني في البلاصه اللي راك فيها نتايا. كي تحوس على الكاريطاس تروح لعندهم، هما في المدن الكبرى، تبعوني مليحه، في المدن الكبرى واش يضمن لك الكاريطاس هذا؟ يضمن لك تبدا من 7 تاع العشيه، تبع من 7 تاع العشيه حتى الغدوه من ذاك 7 تاع الصباح، يعني تقدر تدخل على 7 تاع العشيه، يضمن لك انك تتعشى، ويضمن لك تبات، ويضمن لك تدوش، يعني تدخل لعندهم اسمك تعمر واحد لافيش اكسيتيرا، ما يهموش هما على بالهم النص اللي يجيهم كاع بلا كوارت، هما مدايرينهم هكا، يعني ما تخاف ما والو. تروح تعمر هذيك لافيش وتدخل، تقدر تبات هذيك الليله هذيك ولا غدوه من ذاك ولا المهم بوغ اون سيغتان دوغي، ما على باليش شحال، واقيلا عندك 30 فوا ولا ما على باليش في 6 موا ولا والله ما على بالي. المهم انت ما يهمكش شحال، ما راحش تريح حتى دايما تماك، راح تسلك راسك وخلاص، راك حاصل تسلك امورك. تبات وتاكل تتعشى وتدوش، وغدوه من ذاك تستقهوى، وسبعة الصباح تلفظ روحك وتخرج. المره اللي فاتت قلت لكم هضرنا على كيف واحد ينافيغي، كيفاه يكري اكسيتيرا، مي هاد الخطره الناس اللي ما عندهاش دراهم، اللي ما عندها والو، ما كاش منها تروح تبات برا، باسكو كاين بزاف خاوتنا اللي ينصحك يقول لك روح بات في لاكار، روح بات في الحدائق، الحدائق العموميه لي جاردان بوبليك، روح بات فيهم باسكو سي فري تلقى تماك لي جروب، تلقى الناس المهاجرين غير شرعيين يباتوا تماك. انا ما ننصحكمش بها خويا، علاش؟ بيس كاين وين تسلك راسك، علاش تروح انت تبات برا في البرد والميزيريه والمشاكل ويقدر يطيح عليك الكونترول؟ ومن بعد نهضروا على هذه تاع الكونترول. سلك امورك تماك اون اتوندون تلقى حل واحد اخر، كيف تدبر شويه دراهم ولا تنافيغي ولا باش من بعد تروح تكري بوستوليتو، ولا تكري يعني بوستوليتو هو بلاصه، ولا تكري شومبرا، ولا تكري مع صحابك، ولا دير معرفه ولا. المهم هذه هي الحاجه الاولى اللي حبيت نحكي لكم عليها اليوم. الحاجه الدوزيام ثانيه مهمه، مهمه بزاف، الناس بزاف ما عرفوا ما يعرفوهاش. وعلاش حبيت نديرها في الفيديو هذايا؟ باسكو كومبارازار البارح تلاقيت مع واحد، يعني ما نهضروش منين هو، المهم عربي مهاجر سري جا حراق، تلاقيتو كان مريض مبركل كاع، قاعد نقصر معاه وكذا كذا، واش بيه؟ قال لي مريض مبركل، عنده عامين هنايا، عامين هو مهاجر غير شرعي. واش بيك؟ خلاني مريض، انا مبركل الساعه على اكسيتيرا. قلت له روح للطبيب داوي، قال لي ما عنديش دراهم باش نداوي. اوب هنايا راح نعطيكم النصيحه اللي عطيتها له ليه، للناس بزاف ما على بالهمش بها، الناس يجوا لهنا حراقه وما على بالوش باللي عنده حقوق. ما نتايا راك حراق،
يعني مهاجر غير شرعي، بصح عندك لي ضروه. من بين هاد لي ضروه وشنو حاجه مهمه بزاف اللي هي الصحه، انك تقدر تداوي خويا، تقدر تداوي ما عندكش كوارت، جيت من نابورت كال فاصون اللي جيت بها عندك الضروه تداوي. في ايطاليا كاين واحد القانون، قانون خاص بالصحه اللي هو يضمن لك انك تداوي باطل. وشنو كاين واحد الامور لازم ديرهم. الحاجه الاولى كي تدخل لافيل اللي راك فيها هنا في ايطاليا، انا خاوتي انا نهضر لكم هكا على ايطاليا من الصح، جاب لي ربي جاب لي ربي كاين ليكيفالون في البلدان الاخرين. ما نقدرش انا نهضر لكم على مثلا على المانيا كيفاه يديروا، مانيش عايش في المانيا ولا بروكسل ولا ما على باليش انا ولا نابورت كال فيل ولا نابورت كال بي هنا في اوروب، ما نقدرش نمد لكم اكزاكت تما كيف راهم يديروا. نهضر لكم على ايطاليا بحكم اني نعيش هنا في ايطاليا. مي سيرمو كاين خاوتنا دوك يكتبوا تحت في لي كومونتير كومون سا سباس عندهم. الوغ تبعوا شاك فوا نقول لكم خاوتي شوف الفيديو واقرا لي كومونتير. نكملوا السوجي اللي هو قلت الحاجه الاولى غير تدخل، غير تدخل تحط رجلك انت في الطاليان، الحاجه الاولى اللي ديرها ثاني من الاولويات، ماشي الحاجه الاولى، من الاولويات انك تروح لاقرب مستشفى، اقرب مستشفى كبير صغير المهم مستشفى في الزونه اللي راك فيها. راك في ميلانو تروح مستشفى في ميلانو، راك هنا في روما، راك يعني في كل بلاصه كاين مستشفيات، تروح انت المستشفى هذاك ما تخاف ما والو. علاش؟ القانون هذا ما عنده حتى علاقه مع الهجره، تبعوني مليح. يعني تروح تقدر تبريزونتي روحك تقول لهم بلي انايا ما عنديش سانس دوكومنت، يعني ما عنديش كوارت انايا، وراني جيت نخدم واحد الكارطه اللي اسمها اس تي بي. اشفوا عليها خوتي ولا مركيها ولا اس تي بي. البطاقه هذه تاع الاس تي بي وشن هي؟ هي انها تضمن لك ليك انك تداوي في ايطاليا في نابورت كال بلاصه في ايطاليا في اي مدينه. ما مخدمت انت الكارطه هنايا في روما تقدر تداوي بها في جنوبا، تقدر تداوي فيها في نابولي، تقدر تداوي فيها نابورتو. تضمن لك انك لا قدر الله طحت، طحت وما على باليش حاجه تاع لي برومي سوكور، لي برومي سوكور زعما تمشي بالكارطه هذيك البروتو سوكورتو، يعني لي سوكور هذوما ما على باليش يهضروا بالعربيه. المهم تروح لتماك يداويوك. عندك لي زاناليز، يعني لازم دير لي زاناليز ولا على بعيد الشر راك حاس روحك مريض ولا يديروك لي زاناليز باطل. تقدر تشوف ميدسان جينيراليست باطل. وكاين زين نعطيكم حاجه، كاين لي زوبيتو، كاين لي زوبيتو اللي يتبرعوا لهم شركه تاع الدواء ولا يتبرعوا لهم بالادويه، يعني شركه كبيره تاع الدواء تبرع لي زوبيتو بالادويه. وهما هذوك لوبيتال الى بارازار نتايا يعني طاح لوكا تاعك وين تسحق هذوك الدواء، يقدروا لوبيتال ولا الميدسان تاعك يمد لك الدواء هذاك باطل، يعني تي با اوبليجي تشريه. المهم خلينا من الدواء، المهم عندك الحق انك تداوي باطل، ماشي دير لي زوبيراسيون اوبيراسيون استيتيك وما على باليش انايا. المهم كاين امور شغل لي اورجون ولا راك تسعل، راك كرش كيتوجع ما على باليش انايا، شربت كاس جو مرنك لزقوا لي هذيك كاس جو يا رب على باليش انا. المهم حاجه تقدر تمشي، تقدر تمشي لوبيتال. والناس بزاف خاوتنا حراقه اللي ما على بالهمش بها تلقاها عنده عامين ثلاث سنين ما عندوش كارطه، وهذيك الكارطه فاش تزيد تنفعك ثاني في ايطاليا مثلا يفتحوا الساناتوريا، الساناتوريا هذه يفتحوها مره على مره باش يعني يسقموا الاوراق تاع الناس، باش يسقموا فيها، فيها شروط. من بين الشروط هذوما البروفا، البروفا واش معناتها؟ لا بروف انك كنت في ايطاليا. زعما يفتحوا مثلا قال اللي عنده 4 سنين هنا في ايطاليا ولا اللي عنده 5 سنين ولا عنده 3 سنين، انت كيفاش تبروفي باللي عندك هنا في ايطاليا 3 سنين؟ لازم لك حاجه تبروفي. من بين الحاجات هذو اللي بروفيو انك كنت في ايطاليا من المده فلانيه حتى واروح هاد الكارطه، باسكو فيها الاسم تاعك، اللقب تاعك، لا دات نيسونس والتاريخ اللي عطاو لك فيها الكارطه. وزيد نعطيكم معلومه خاوتي، الكارطه ها ديرو نوفلاب، كاين اللي يديروها 6 mois كاين اللي يبدوها لك عام. اون جينيرال يديروها 6 mois، شاك 6 mois تمشي ليهم ترونوف ليها. وزيد حاجه واحده اخرى ثاني، الكارطه هذيك تروح تخدمها في السبيطار، ما تخاف ما والو، ما تقولش باللي اب دوك انا نقول لهم باللي انا حراق راح يعيطوا لابوليس يجوا يرفدوني ولا يدفعوها، ما يدفعوش باسكو هذا قانون دولي، قانون يعني دولي ما عنده حتى علاقه مع الهجره ولا ما، يعني ما تخاف ما والو سيغور، يعني اوفيسيالمون ما راحش الدوسي تاعك راح يبقى سري، ما راحش يمدوا لي زوتوريتي تاع الامن ولا. يعني حاجه اخيره باش نغلقوا بها السوجي، هادو انا اليوم انا لميت لكم بزاف المعلومات باش تستفادوا على ضربه خاوتي. سيكو خاوتي سيو ماكسيموم ماكسيموم ماكسيموم
تبقى نقي. باسكو علاش نهار يفتحوا الساناتوريا اخويا ولا اختي، نهار يفتحوا الساناتوريا يعني تسويه الوضعيه تاع المهاجرين غير شرعيين، راح يديمونديك واحد الورقه اللي هي حسن السلوك. يعني حسن السلوك انك ما عندك حتى مشكل مع لا جوستيس، ما ضربت، ما سرقت، ما قبضوك، ما ضربوك بي في، ما والو. على بها نوصي ونعاود خاوتي ايفيتيو المشاكل، ما تمشوش دي جروب دي جروب ثلاثه اربعه. باسكو علاش مثلا نعطيك اكزومبل لهنايا كونترول، الكونترول هما عباك شغل كيما كاع البلدان مثلا سبيسيال مهنا الكونترول تاعهم مثلا يقول لهم فيريفيو 50 بنادم شاك جور، لازم تفيريفيو 50 بنادم ولا 40 ولا 5 عباد ولا 20 ولا هما لابوليس تاعهم ولا لي جوندار تاعهم ولا ما راحش يفيريفي، ما راحش يروح يفيريفي الطليانيه تسمى باش تكون مليح في بالك، ما راحش يفيريفي الطلياني، ما راحش يفيريفي واحد اللي يكون بلون لي زيو بلو اكسيتيرا يبان قاولي ما يفيريفيهاش، ولا واحد يكون مع مدام تولا ما يفيريفيش، راحين يفيريفيو اون جينيرال لي سترانيري يعني البراويه يعني اللي يبان باللي براني. وسورتو سورتو شكون ياتيري ولا طونسيون كيما قلت لكم في الفيديو اللي فات، قلت لكم راح يعني اللبسه تاعك وشعرك وهادو لازم تعرف انت واش تلبس واش تكون بروبر، تعرف وين الدور، شوف اللبسه وتعرف وين الدور، وما تدوروش دي جروب باسكو جروب راح يشوفوكم ثلاثه اربعه اوب يجي كونتروليكم، وما عندهم 50 واحد لازم يكونتروليه كونترولي 50 واحد، ما راحش يكونترولي القوى راح يكونترولي تاوعنا اللي باينين. الوغ انت شوف كيفاه تجوز يعني تعرف كيفاه تسير واحد ما يهضر معاك تكون لابس بيان وكذا وعندك امورك تقضيهم وتولي وما تسركش بزاف وتعرف وين تسركل اكسيتيرا، واحد ما راح يحوس عليك. خوتي ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الموضوع تاع اليوم، لميتكم بزاف شويه هكا على ضربه، معليش الفيديو هذا شوفوا عاودوا باش تستفاد منه، باش تحفظهم معك ورقه وستيلو اكتبهم اكسيتيرا باش راح تستفاد منه. لاول خطره يشوف الفيديو تاعنا بلا ما نوصيك خويا كومونتير جام ابوني ولي زونسيا بلا ما نهضروا باسكو ولاو لي زونسيا غير يطلع له الفيديو تاعي جام وكومونتير ومن بعد يشوف الفيديو. انا نضحك اقسم بالله غضحكوني. انتوني كنحبكم كامل خوتي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، موضوع جديد، تشاو راغاتسي.